أعطاني هذه الأرض، هل ستغادرها؟ هذا يعتمد على نوعية السلاح الذي يحمله. بازوكا. أعتقد أننا سننهي السؤال وسأعطيك إجابة مختصرة. صدق. كنت في الجيش وكنت في غزة، كنت قائد. في إطار سياسة تبرير جريمتها الكبرى بحق شعبنا وأرضنا، ما زالت إسرائيل تبحث عن إجابات لأسئلة مصيرية، وما زالت تبحث عن مسوغات أخلاقية تمسح من خلالها آثار ما ساقته إلى هذه الأرض من ويلات. وفي إطار اللهث وراء أسباب الوجود، صاغ ساسة إسرائيل خلال السنوات الأخيرة سلسلة نظريات تهدف إلى خلق رواية تجمع الكل الإسرائيلي حولها. بين هذه النظريات مثلاً ما عرف بفرن الصهر، الذي كان ابتداعاً من رئيس وزراء إسرائيل الأول بن غوريون، وغيرها من نظريات كان أهمها الأساسي تحويل الكذب إلى حقائق ومن ثم ترويجها للعالم. في هذه الحلقة من برنامج في إسرائيل نستعرض إجابات المجتمع الإسرائيلي على بعض الأسئلة المتعلقة بالاحتلال وأفعاله، لنسلط الضوء على حالة التماثل والتطابق في الرواية الصهيونية المزعومة تجاه هذه الأرض وما جرى ويجري عليها. السؤال: لماذا تقتلون العرب وتسرقون أرضهم؟ لأن لديهم تطلعات قومية معادية لقومية هذه البلاد، هم لا يسمحوا لنا أن نعيش حياة طبيعية. Why do Israelis kill Arabs and steal their land? What do you have to say about that? لا أعتقد أن إسرائيل تقتل العرب. هل تعتقد أن إسرائيل تسرق أرض العرب؟ أرض العرب؟ إنها أرض اليهود. هذا هو. إسرائيل لا تقتل العرب. إسرائيل تقتل من يريد قتلها. لا تقتل العرب. إنها الحرب. هذا هو. كنت في الجيش وكنت في غزة. كنت قائد. ولأكون صريحا، نحن لا نقتل العرب، نحن فقط نحمي أنفسنا. هذا هو. أين سرق اليهود أرض العرب؟ الأرض؟ أين؟ كل أين؟ حسنا، دعني أقول اليوم في الضفة الغربية إنهم يأخذون الأرض من القرى الفلسطينية ويتم تحويلها للجيش الإسرائيلي. هي أرض لنا، ماذا تعني؟ باستطاعتهم الادعاء ان تل ابيب لهم. اذا اي ارض للجيش هي نوع من السرقه؟ بالنسبه للعرب المتطرفين لا يوجد شيء للنقاش، كلنا سنرمى في البحر. هناك دائما متطرفين من الجانبين، هنا وهناك، لا مشكله. بالنسبه لليهود، انك انت اللي سارق الارض. اذا انت اليوم موجود في الضفه الغربيه او في الناصره حتى، هم يرون أنك أنت السارق وأنت الذي استوليت على هذه الأرض بالقوة، وليس لأنهم اليهود الإسرائيليين والأغلبية الساحقة يرون أن رب اليهود هو من منحهم هذه الأرض، هكذا يعتقدون، وهم يعملون من منطلق ديني، أيديولوجيا ديني، وهذا الشيء الخطير وليس من أيديولوجيا سياسية. الأيديولوجيا الدينية هي خطيرة في كافة الأديان، ولكن عند اليهود هي أخطر بكثير حتى من الدواعش، لأنها مربوطة بالخالق ومربوطة بالأرض ومربوطة في كيفية التعامل مع الآخر.
يعني مع الجوي مع غير اليهودي، يعني في التوراة وهناك من كتب ذلك من حاخامات المستوطنين، يحق له أن يقتل الطفل في السرير غير اليهودي خوفا من أن عندما يكبر هذا الطفل أن يتعرض ليهودي. السؤال: لماذا تقتلون الفلسطينيين وتسرقون أرضهم؟ في انطباع صاحب السؤال: نحن أتينا وغزونا إسرائيل كلها، ليس الضفة الغربية. إسرائيل قدمت إلى هنا وغزت الأرض وطردت العرب. أخبرهم بأن يدرسوا التاريخ. هذه الأرض موعودون نحن فيها، كل ما تريد. من يقول ذلك عليه أن يدرس بداية التاريخ. إذا ما ذهبنا إلى الكتاب المقدس الأول، في الكتاب المقدس الرب وعدنا بالأرض الكبرى حتى أنها أكبر بكثير من الأرض التي نحن فيها اليوم. على سبيل المثال، إنها تعرف بمسار النهر، أو عمليا موجودة في البلدان المعروفة اليوم: إيران، العراق، وسوريا. كل هذه المناطق هي بلدان مسلمة فقيرة، لذلك نحن اليوم نعيش في شرفة صغيرة وليس في منزلنا بشكل كامل. Countries called Iran and Iraq and Syria, all this area is our promised land. So today we are just living in our balcony and not full house. قد يتساءلون: هل ستغزون كل تلك البلدان؟ هذا شيء له علاقة بالدين. كدولة هنا في إسرائيل، نحن مستمتعون فقط في الحفاظ فيما وعدنا به منذ عام 48. هذه أرض اعترفت بنا الأمم وأخبرونا بحدودنا بين سوريا وإسرائيل، لبنان وإسرائيل، الأردن وإسرائيل، مصر وإسرائيل. ولذلك نحن نتحدث عما أخذناه. ما أخذناه هو الحد الأدنى منذ البداية، وهذا يروق لنا البقاء في مكاننا والعيش بسلام مع جيراننا. And live in peace as much as possible with our neighbors. إذا سألك شخص ما لماذا أنتم الإسرائيليون تقتلون العرب، ماذا ستقول؟ أخبرهم أننا نقتل الإرهابيين وليس العرب. هناك فرق. لم أستوعب السؤال لأن السؤال ليس صحيحا، وهو ليس صحيح بالمرة. نحن لا نقتل العرب، هذا ليس هدفنا وليس غايتنا بالمرة. كل ما نقوم به هو حماية أنفسنا، ونهاجم فقط وقت الحاجة. نحن لا نطلق النيران على من لا يعرضنا للخطر أو يحاصرنا أو يضع العقبات. الهدف ليس القتل، لا نريد قتل أي أحد. نلاحظ يعني ردود متشابهة لنفس الأسئلة، وناجم عن الرواية التي يجري تلقينها للإسرائيلي منذ نعومة أظفاره وللمستوطن الجديد المجلوم من الخارج. رواية موحدة: الفلسطينيين أولا هؤلاء ليسوا شعبا، هؤلاء كانوا مهاجرين لأسباب اقتصادية إلى فلسطين، ولاحظوا أن فلسطين يعني لم تعد مجدية من ناحية اقتصادية، وغادروها من تلقاء أنفسهم. هذه الرواية يعني تقوم على إقناعهم أنه لم تحدث جريمة، وعلى تبرير لارتكاب جرائم جديدة بحق هذا الشعب. الثقافة الإسرائيلية اليوم أو لنقل في 20 سنة الأخيرة تحولت إلى 180 درجة، إلى أصبح الإنسان العربي وأصبح الإنسان الفلسطيني هو عدو لإسرائيل، هو يريد أن يقتل الإسرائيلي، هذا بنظر الإسرائيليين. مع أن من يقتل العربي والفلسطيني اليوم هم الإسرائيليين وليس العكس. في بوتقة الصهر هناك يلقنون رواية جديدة تبرر الجريمة التي تم اقترافها بحق الشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه. نحن نعلم أن عدد الإسرائيليين قبل جريمة التهجير الكبرى عام 48 تضاعف خلال سنوات، أي أنها يعني تم مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين، فتم بعناية اختلاق قصة ورواية تاريخية مبنية على أكاذيب تقوم على تبرير تهجير الشعب الفلسطيني، وأن هذا الشعب
ترك من تلقاء نفسه أرضه. وأيضا هذه الرواية كانت تقوم يعني جزء من أهداف هذه الرواية التي يعني اخترعتها الحركة الصهيونية إسرائيل هو فبر يعني تقديم مبررات إضافية لهؤلاء المستوطنون الجدد المجلوبين من أصقاع الدنيا لممارسة الجرائم، لممارسة احتلال إضافي لمناطق 67 يعني الجزء الذي لم يحتل من فلسطين. إذا دق شخص ما باب بيتك ومعه الكتاب المقدس في يد وفي الأخرى بندقية وقال لك إن الرب أعطاني هذه الأرض، هل ستغادر؟ لا. لماذا لا؟ لأنه قرع باب بيتي. ولكن لماذا؟ لأنه جاء إلى بيتي. السؤال جاء بوضوح من خلال شخص فلسطيني سأل بأنه لماذا على الفلسطينيين المغادرة؟ لم نطلب منهم المغادرة. أعتقد أنه يقصد بأنهم غادروا عام 48 ونحن لا نسمح لهم بالعودة، ولذلك بالنسبة له الأمر واحد كما فهمت. من وجهة نظري هناك قصة فردية وهناك حكاية جماعية، لا يمكن المقارنة بينهما، ليس فقط لأنه لا يوجد بينهم صلة أخلاقية. أعتقد أن الارتباط ضعيف جدا، لكن من المستحيل المقارنة بسبب حجم ما حدث. ماذا تقصد؟ أنا لم أفهم. كمية الناس وعددهم، نحن لا نتحدث عن نفس كمية الناس التي غادرت. في عام 48 كان عدد الفلسطينيين 600,000 واليوم 6 ملايين. الحكاية التي ذكرتها غير مشابهة، هناك تعقيد في حل هذه المشكلة. حتى التعقيد في المشكلة نفسها أعتقد أنه يجب أن تصل إلى نوع من الاتفاق، لكن هذا لا يعني أن دولة إسرائيل عليها أن تحزم حقائبها أو تفتح باب العودة. أعتقد أن الشخص الذي سأل كان يحاول أن يضعك في مكانه وبأننا طردنا أجداده، ولا أعلم إذا كان ذلك صحيحا. إذن لماذا إذا حصل هذا اليوم لنا لن نفعل نحن نفس ما يقومون به؟ تقصد الإرهاب؟ لنقل ذلك، لا يمكن أن أكون مكانهم ولا أعرف ماذا سأفعل أو أي تكهنات أخرى، لكن مرة أخرى المشكلة معقدة وتحتاج حلا. إذن هل بإمكانك الشرح لنا حجم التعقيد في المشكلة؟ أعطنا مثلا، اشرح لشخص خارج البلاد والذي لا يعلم ولا يرى المشكلة، وهي أنه في عام 48 شخص ما قرع على باب بيتك وبيده بندقية وكتاب مقدس وقال للشخص الذي يعيش هنا بأن عليه المغادرة. هذه هي الصياغة في مخيلتهم ومعتقداتهم حول ما حدث. أعتقد أننا سننهي السؤال وسأعطيك إجابة مختصرة. صدق. الحرب التي بدأت عام 47 بدأت كحرب أهلية حسب قرار التفويض البريطاني، ولم يأتي أحد بالسلاح والكتاب المقدس ويقول للسكان عليكم مغادرة منازلكم بما فيها النصوص التاريخية. المقاتلون الفلسطينيون دخلوا القرى الفلسطينية وشاركوا في الحرب وكانوا مؤمنين بأن هذه أرضهم، وهذا جيد، لكنها كانت حرب، هم هاجموا اليهود، لذلك لا أعتقد بأن الوضع كان كتابا مقدسا وسلاح. إسرائيل منذ نشأتها عدت الرواية وربت عليها أجيال من الإسرائيليين، وهو التيار المركزي داخل إسرائيل، أنه ليس ثمة أصلا مشكلة لاجئين، هؤلاء ليسوا شعبا، الفلسطينيين ليسوا شعبا وإنما جزء من قبائل عربية جاءوا هنا لأسباب اقتصادية خلال الفترة العثمانية، وعندما تغيرت الظروف هاجروا من تلقاء أنفسهم.
هذا ما يتم يعني تلقينه لمعظم الإسرائيليين في المدارس، في الجامعات، وحتى في رياض الأطفال، أي أنه لا يشعر أن هذه الأرض كانت لشعب قبل موجود قبل إنشاء دولة إسرائيل، وبالتالي هو يرى يعني يرى أنه لا يخالف أي تعاليم دينية أو أخلاقية بتمسك بهذا الأرض، وهو أصلا تم شيطنة الفلسطيني ونفيه من الوعي الإسرائيلي. ليس ثمة شعب فلسطيني، هنا يقولون هناك عرب. ما حدث بأن اليهود عاشوا هنا دائما، علينا فهم الصورة بشكل كامل. كل الديانات، كل الجماعات تتفق على أن اليهود الأمة الأقدم، هم أقدم ديانة على الأرض. كنا واحد من الأوائل، إن لم نكن الأوائل بحسب المراجع. قضية السلاح والكتاب المقدس لم تحدث، لم أسمع أبدا عن شيء من ذلك، هذا شيء مجازي. كانت هناك حروب وهناك أراض متنازع عليها كالعديد من الدول، وليس سرا أننا كنا دائما نريد القدوم إلى أرضنا. وكنا في الهولوكوست وطردنا من إسبانيا، مثل هذه الأمور. وأريد أن أقولها مرة أخرى، هناك 70 إلى 80 دولة عربية، واليهود ليس لديهم إلا واحدة. لذلك عندما يقترفون أشياء سيئة ضدنا، ليس لنا مكان آخر، والعرب بإمكانهم الذهاب إلى كل مكان، اليمن، أفغانستان، 1000 مكان. الإسرائيليون واليهود لا يستطيعون الذهاب إلى أي مكان. ولكنهم سيقولون أنت تريد الذهاب إلى العراق. حسناً، أنا عراقي نعم، ولكن قبل أن أكون عراقياً أنا إنسان قبل كل شيء، وأنا يهودي ولدي دولتي، وأنا قلق على وضع اليهود. سيقولون لك أن هناك 7 مليون لاجئ وهم ما زالوا يحتفظون بمفاتيح بيوتهم. ما تتحدث عنه حصل خلال الحرب. هناك أمثلة عديدة من أماكن أخرى، أمريكا غزت عدة أماكن، تركيا، روسيا مع الشيشان. زعموا أن ذلك ليس صراع، وذلك الصراع سيدوم إلى الأبد في كل حياتنا، حتى أن ذلك كتب بالتوراة. كلنا سنحمل الصراع حتى في قبورنا. استطاعت الحكومات اليمين الإسرائيلية الفاشية الاستيطانية أن تغسل دماغ الشبان الإسرائيليين في النظرية أن هذه أرض إسرائيل، هذا الله وهبها لليهود، والله هو اختار الشعب اليهودي كأفضل الشعوب على وجه الأرض. الحركة الصهيونية كانت تدرك مبكرا أهمية استخدام الرموز الدينية لحشد كل طاقات اليهود في العالم، يعني بالزعم أن المشروع الصهيوني وتفجير الفلسطينيين من أرضهم هو يعني هدف ديني. أعتقد هذه المشكلة ربما لألفين سنة بين أمتين ولم نجد طريقة للعيش معا، إنها مشكلة بين المتدينين. حسنا، ولكني أعتقد أن أغلب الأمور هو أنهم العرب لم يجدوا طريقا للجلوس معنا والبحث عن سبيل للعيش، وبالقدر الذي نحترم فيه الأطفال والنساء والزوجات فإننا نحاول أن نقتلهم، ولكنهم يحاولون دفعنا للطريقة التي يقتلوننا فيها. على سبيل المثال، القتل في رياض الأطفال من أجل أن يدفعونا نشعر بالسوء. تقصد أنهم يحاولون أن يجعلونا نستهدف رياض الأطفال؟ أنا لم أفهمك. ليس لدي إجابة عن هذا، ولكني أعتقد أن هذا جزء من المشكلة، حيث نعيش منذ أجيال. هذا ليس شيء نقوم به فقط بسبب أننا نملك الأرض الآن المسمى إسرائيل. هذه المشكلة قبل 2000 سنة. لماذا تقتلون العرب وتسرقون أرضهم؟ هذا سؤال طويل، لا أعرف كيف أنجزها. I don't know.
ليس لديك أي إجابة؟ حسنا، هل تعتقدين أن إسرائيل تقتل العرب وتسرق أرضهم؟ قتل؟ نعم، قتل العرب. لا أريد القول أن الشعور يتحسن، لا يبدو أنهم يذهبون لقتلهم، ولكن نعم، إنها الحرب الغبية ولا أؤمن بما يقومون به. السؤال: لماذا يقتل الإسرائيليون العرب ويسرقون أرضهم؟ سؤال جميل. بداية، الإسرائيليون لا يقتلون العرب ولا يسرقون أرضهم. هل تريد إضافة شيء آخر؟ ولكن هناك فلسطينيون يقتلون، وأيضا إسرائيليون قتلوا، وهناك أيضا عرب قتلوا إسرائيليين وسرقوا أرضهم. ليس بإمكانك أن تسأل سؤال مثل هذا. إذا دق شخص ما باب بيتك ومعه الكتاب المقدس في يد وفي الأخرى بندقية وقال لك إن الرب أعطاني هذه الأرض، هل ستغادرها؟ لن أغادر. أولا، هذا يعتمد على نوعية السلاح الذي يحمله. بزوكا؟ لا، لن أغادر. إذن هو يسأل لماذا على الفلسطينيين المغادرة. بداية، لم يقرأ أحد أبوابهم وهو حامل السلاح والكتاب المقدس، هذا لم يحدث، الوضع معقد أكثر من ذلك. فسر ماذا تعني بالمعقد كثيرا. إنها أرضنا، هذه ليست أرضهم، أعطيناهم فرصة دولة يهودية بجوار دولة فلسطينية، هم رفضوا ذلك وذهبوا للحرب، هذه مشكلتهم. لقد أعطيناهم فرصة عام 48، كان من المفترض أن يكون دولة فلسطينية. لا، أنا صادق أم لا؟ هم أرادوا الحرب. العربي في نظر في الكتب الإسرائيلية هو الإرهابي، القاتل، المغتصب، كل الأمور السلبية، ولا يرون العربي كإنسان حتى إلا من هذا المنظار. وهذا طبعا أنا بحكي 20 سنة الأخيرة. لا يدرس أن هناك قومية فلسطينية أو هناك شعب فلسطيني. يقولون لهم أن هؤلاء عرب جاءوا من الجزيرة العربية بحثا عن العمل. هذه الذهنية تفرد لها إسرائيل طاقة كبيرة. إيم مشوا يدفك لخا بدلت إيم تناخ ورווה ואומר לך שאלוהים נתן לו את האדמה שלך היית עוזב. למה? למה כן? כי הוא שואל למה שהפלסטינים יעזבו. לא, תגיד מה שאתה רוצה. לא, 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 אוקיי. لماذا يقتل الإسرائيليون العرب ويسرقون أرضهم؟ أي سؤال؟ ليس لدي إجابة مناسبة. هل تعتقدين أنه سؤال صحيح؟ لا أعتقد أن السؤال صحيح. إذن كيف بإمكانك أن تصحح السؤال؟ أريد القول أننا قمنا باحتلال الأرض والناس قتلوا في الحرب، وهذا وضع معقد. هل هذا شأن سياسي؟ قل ما تريده. إذا جاء أحد بسلاح بيده وبالكتاب المقدس ليس بإمكاني قول شيء. إذا أطلعني على وثائق تاريخية بأن المكان يعود له، ماذا بإمكاني أن أقول؟ السؤال له علاقة بفلسطين. يقول: لماذا على الفلسطينيين المغادرة؟ لماذا على الفلسطينيين المغادرة يشبه السؤال لماذا على اليهود أن يغادروا أو يعودوا؟ لماذا قذف باليهود خارجا؟ لماذا عليهم المغادرة؟ لذلك السؤال الفلسطيني صحيح والسؤال اليهودي صحيح، لكن الآن هناك حقيقة وواقع على الأرض، كيف سنتعامل معها؟ هذه العينة هي عينة يعني تنظر إلى أن هذه اللقاءات تجرى وقد تترجم وقد يراها العالم، ولكن في بعض الأوساط أجرأ من ذلك، يقولون نريد قتل الفلسطينيين، وهناك مسيرات يخفيها الإعلام الإسرائيلي، وهناك دعوات يومية لقتل الفلسطيني. هناك وزيرة العدل يعني
وهي تمثل جهة سياسية وضمن حقوق يعني وضمن الحكومة الإسرائيلية، وهي وزيرة ما يسمى بالعدل في إسرائيل. يعني وصفت الأطفال الفلسطينيين والأمهات أنهن أمهات جبن أفاعي، يعني الشيطنة للفلسطيني يعني قبل أن يولد بأنه يعني أفعى.